بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلبة صف سابع، كل سنة طيب. هنكمل مع بعض الباب الخامس، أول درس في الباب الخامس النهاردة اللي هو النقود. هو الباب الخامس بيتكلم على القياسات والتحويلات وما إلى ذلك. أول درس في الباب الخامس هو النقود. في حاجات خدناها قبل كده وإحنا عارفينها. الدينار عندنا 1000 درهم، الدينار 1000 درهم، النص دينار 500 درهم، الربع دينار 250 درهم. طول عمرنا وإحنا بنحول من الكبير للصغير بنضرب، ومن الصغير للكبير بنقسم، ده في التحويلات. طيب هنا لما اجي احول من الدينار للدرهم بضرب في 1000. طب لو انا بحول من الدرهم للدينار بقسم على 1000. الدرهم العملة الصغيرة، الدينار دي العملة الكبيرة. تعال نبص في المسائل، يا ترى لو اتسألت عليها في الامتحانات هيقول لي ايه. اول سؤال بيقول لي عبر بالدينار. اشهر اسئلة الامتحانات عبر بالدينار، عبر بالدرهم، معناها حول. في طلبة تبقى مش فاهمة هو عايز ايه، دي معناها حول. نبص كده اول سؤال، وده موجود في الكتاب صفحة 118، يا ريت تفتح معاك الكتاب صفحة 118. السؤال رقم 1 بيقول لي عبر بالدينار. ألف 80 درهم، كلمة ه معناها درهم، دال معناها دينار. أول واحدة يبقى هنا ألف 80 درهم، ب 880 درهم، جيم 3450 درهم، دال بقى ناخد واحد خليط ما بين الاثنين اللي هو 2 دينار و50 درهم. 2 دينار، بص بص كاتبها ازاي، 2 دال معناها 2 دينار، وعامل لك فاصلة كده في الكتاب، و50 كاتب لك ايه يعني درهم. يا ترى بحل دي ازاي؟ تعال نبص كده مع بعض. اول سؤال هنجاوب عليه واحد واحد، اتفقنا هنا وانا بحول من الصغير للكبير من الدرهم للدينار، ده انا بقسم. يلا نبص كده على اول واحده، عايز احول ال 80 درهم عايز احولها للدينار، يبقى هنا كده 80 درهم اعمل ايه هنا؟ انا هقسم، يبقى هقسم هنا 80 تقسيم 1000. نبص على حاجه هنا، انا بقسم على 1000 يا مستر، ده انا بحرك العلامه، هي فين العلامه؟ العلامه مش موجوده، مش موجوده يعني بره العدد. تعال نحط العلامه هنا كده كانها بره، قال العلامه اهي، نبدا نتحرك العلامه بره خالص، هي مش موجوده يعني بره، بحركها جهه اليسار في القسمه، بعمل كده، ادي خانه الثانيه، الثالثه مش موجوده، وهقف هنا كده. لما اجي اكتب الاجابه هنا يبقى بتساوي كام؟ يبقى دي بتساوي، اكتب اهو، ادي الصفر الثمانية والثالث مش موجود، وبعد كده علامه عشريه صفر. هنا دينار، ما انساش اكتب كلمه دينار، دال دي اختصارا. اللي بعديها ب 880 درهم، سهله بقى، انا عرفت الفكره، عشان احول من الدرهم للدينار بس، يبقى هكتب هنا ادي 880 اهي تقسيم 1000. يا مستر ده انت بتقسم على 1000، بقسم على 1000، بحرك العلامه العشريه جهه اليسار قد عدد الاصفار، بضرب جهه اليمين اللي كانت ترمي اولاني، ما عندهاش حاجه اسمها ترمي اولاني او ترمي تاني، عندها الرياضيات تراكمي يعني بنكمل، لازم تكون عارف الاثنين، ما تقولش لا دي ترمي اول ودي ترمي تاني. اكمل هنا كده، يبقى هنا كده بره، ادي خانه الثانيه الثالثه، يبقى هتتحط هنا ورا الثمانيه على طول، يبقى نكتب هنا الرقم اهو، وادي علامه عشريه، واكتب دينار. طيب اللي بعديها هنا جيم 3450 درهم، اعملها ازاي؟ عايز احول 3450 درهم، انا ممكن اكتب اعمل اسمها كده. طب لو في طالب طاقت في دماغه وقال لا يا مستر انا هعملها كده 3450 كده، ادي 3450 واقسم كده على 1000، هي دي مش اسمه اسمه عادي براحته يعني، مجرد صوره اخرى للكتاب. طيب دي بتساوي كام؟ هعمل نفس الكلام، احط العلامه بعد ثلاث خانات، ثلاث خانات هنا لان انا بقسم، ادي خانه الثانيه الثالثه، يبقى احطها هنا كده
يبقى دي بتساوي نكتب العلامة العشرية بين الثلاثة والأربعة، يبقى دي 3450 جزء من 1000 دينار. اللي بعده اللي هي دال بقى اللي فيها مشكلة. دال دي خليط ما بين الدرهم والدينار، كاتب لي 2 دينار و50 درهم، هما الاثنين هيتقسموا؟ لا، ده مش محتاج تحويل، المشكله في ده اللي هيتحول. عشان كده لما بكتب دال بص بتحل ازاي، دي اللي الطلبه بتغلط فيها. في رقم دال 2 دينار وفاصله و50 درهم. هو انت عندك مشكله في الدينار؟ لا، ده انا عايزها بالدينار زائد 50 درهم عايز احولها، يبقى هعملها 50 على كام؟ على 1000. تكتب ازاي دي يا مستر؟ ده كده صعبه. لا مش صعبه ولا حاجه، اقوم كاتب هنا الاثنين زي ما هي كده صحيح ماليش دعوه بيها، زائد العلامه العشريه بعد ثلاث ارقام ادي خانه، الثانيه الثالثه مش موجوده هنا، يبقى هنا صفر خمسة وهنا صفر اهو كده، يبقى دي بتساوي ايه؟ 2 صحيح وخمسين جزء من 1000 دينار. فهمنا بتتعمل ازاي؟ ما بقسمش كله، بقسم بس الدراهم، لان انا بحول الخمسين درهم دي هي اللي بتتحول، بس الخمسين درهم هي اللي بتتحول مش كل العدد. طيب السؤال التاني لو عكس بقى، جه في المسألة اداني بالدينار وقال لي حول للدرهم زي دي، سؤال رقم 2 صفحة 118 برضو، بص معايا في الكتاب، حاول في البيت يكون معاك الكتاب، بتشوف الأسئلة شكلها إيه، لو في مسألة تاني تحلها تجرب إيدك، يعني تبقى متفاعل معاك كأنك في الفصل. نبص على دي، عبر بالدراهم هنا، عبر بالدراهم ألف، هنا واحد علامة عشرية 23 جزء من 100 دينار، ب 45 جزء من 100 برضو دينار، عايز احول دي. حاول في كشكولك، ثبت الصورة وابدأ انقل المسألتين دول عندك، المسألة دي انقل حتى الكلام ده عندك في كشكولك في البيت كأنك في الفصل معايا، انت اللي ضمير نفسك. نبص على المسألة الأولانية، ازاي احول هنا؟ يبقى اكتب هنا ادي ألف اهو، هنا انا بحول من الكبير للصغير يعني بضرب، يبقى بكتب هنا ادي واحد علامة عشرية 2 3 دينار، دي بتساوي اقوم كاتبها كده واضرب في 1000. طب وانا بضرب في 1000 بحرك العلامة جهة اليسار؟ لا، ده ضرب، يبقى بحركها جهة اليمين. بحركها جهة اليمين ازاي بقى؟ يبقى هنا العلامة اهو، ادي خانة التانية التالتة مش موجودة، تبقى هنا كده. يبقى بعملها ازاي؟ اكتب كده واحد اتنين تلاتة، واللي مش موجود بكتبه اهو، خلاص؟ ده درهم. يبقى قدرت انا احول من الدينار للدرهم. المسألة اللي بعد كده هنا ب 45 جزء من 100 دينار، عايز احولها. اعملها ازاي؟ اكتب الاول هنا ادي ال 45 زي ما هي كده، جزء من 100 اضربها في 1000. يبقى انا هنا بحول العلامه العشريه جهه اليمين عشان ده ضرب. ال 1000 ثلاث اصفار يبقى ثلاث خانات، ادي خانه الثانيه الثالثه مش موجوده اهو. يبقى ده بتساوي، نكتب بقى هنا كده، هنا كده صفر خمسة أربعة، يبقى 450 درهم. يبقى أنا كده قدرت أعبر بالدراهم بدالة الدينار. نبص بعد كده، طيب لو أنا حصل مثلا جات لك مسألة زي دي كده وقال لك عبر عن دي بالدراهم، يبقى هتحول لي الدينار بس ما تحولش الدراهم. اللي بعد كده هي المسائل اللفظيه او الكلاميه. نبص على المساله هنا من اول رقم 3 نفس الصفحه 118، نبص مع بعض كده فيها.
بيقول لي كم عملة، كم عملة معدنية فئة 100 درهم تكافئ. خدنا كلمة تكافئ قبل كده، تكافئ معناها تعادل، معناها تساوي، كلمة تكافئ تعادل تساوي لغة عربية. تكافئ 3 دينار، اتفقنا اهو. الدينار بعمله علامة الدال كده، هو الكتاب عاملها لك كده. عايز احل دي، كم عملة معدنية فئة 100 درهم تكافئ 3 دينار؟ هعمل ايه؟ هقسم. بس في مشكلة عندي، ده بالدينار وده بالدرهم، يبقى مضطر احول. حول زي ما يعجبك، بس الاسهل احول الدينار للايه؟ هي الدينار كم درهم؟ اتفقنا 1000. طب يبقى 3 دينار كام؟ برافو عليك، 3000 فعلا. يبقى هنا ادي 3 دينار بتساوي 3000 درهم. يبقى عدد العملات بتساوي ايه بقى؟ عدد العملات، اقوم قاسم بقى اللي هي ال 3000 درهم دي على ال 100 درهم. اطير الصفر ده مع الصفر ده، الصفر ده مع الصفر ده، اتبقى عندي ايه؟ 30 عملة. يبقى انا عندي 30 عملة لو فئة 100 درهم يدينا 3 دينار. فهمنا دي كويس؟ طيب المسألة اللي بعد كده نبص عليها، نبص على المسألة. لو جه قال لي بص مع بعض، لو جه قال لي هنا كم عملة معدنية فئة 500 درهم تكافئ 4 دينار؟ لو جه قال لي سؤال ج في نفس السؤال، كم عملة معدنية فئة 500 درهم تكافئ 4 دينار؟ حل دي على طول. يبقى هنا عدد العملات، انا عايز الاثنين بنفس العملة عشان اقسم على بعض. 4 دينار يبقى 4000 درهم، اقسمها على كام؟ على 500. لازم يكون الاثنين نفس الوحدة. بعد اقسم عادي، صفر مع الصفر راحوا، 40 على 5 يبقى 8 عملات. حاول بقى معايا في البيت تحل معايا مسائل على دي. انا حليت الف وجيم، حاول رقم 3 ب واجب، رقم 3 يبقى الواجب صفحه 118 3 ب، حلها معايا في البيت. وفكر في رقم 4 كده برضو سهله ما فيهاش حاجه. كل امنياتي لكم بالتوفيق يا رب، وربنا يكرمكم يا رب معايا، وكونوا فهمتوا معايا الدرس بتاع النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.